وينضم إلينا من إسطنبول للحديث عن الأوضاع في شمال شرقي سوريا والمعارك هناك وإعادة الانتشار الروسي، ينضم إلينا العقيد حاتم الراوي الخبير العسكري السوري. مرحبا بك معنا. مرحبا بكم وبالسادة المشاهدين. المرصد السوري لحقوق الإنسان تحدث عن مقتل 64 عنصرا من قوات النظام والميليشيات الإيرانية واللبنانية الموالية للنظام، وهي حصيلة كبيرة بطبيعة الحال. كيف تقرؤون ما يجري هناك؟ أستاذي الكريم، بالنسبة للمنطقة الشرقية، يعني أحب أن أتسلسل ببساطة حول ما حصل في مدينة بوكمال والميادين والبادية. منذ أكثر من يعني بحدود 10 أيام حاولت دورية من الروس والنظام، من ضباط من الروس وضباط من النظام، الدخول إلى أحد مواقع الميليشيات الإيرانية غربي مدينة البوكمال بحدود 15 كيلومتر، فمنعت ومنعت بقسوة وبشراسة يعني. نعم. بعدها لاحظنا وحسب شهود عيان تسلل القوات الروسية بشكل بطيء وبشكل شبه صامت إلى وسط مدينة البوكمال دون إبداء أي مقاومة من الميليشيات الإيرانية، وسيطروا فعلا كما تفضل مراسلكم الكريم على الفندق السياحي وسط الساحة الرئيسية في بوكمال، وفي اليوم الثاني طوق الفندق بمسطحات ودبابات روسية. بعدها بدأ انتشار العناصر الروسية مدعمة ب 250 عنصر استجلبتهم من الفيلق الخامس، فانتشروا باتجاه حقل الورد النفطي وحقل الحمار النفطي. فالملاحظ أن الميليشيات الإيرانية سلمت كثير من مواقعها دون إبداء أي مقاومة، إنما بشيء من الامتعاض والصمت، علما بأن الميليشيات الإيرانية تسيطر على المنطقة من خارج حدود دير الزور، حيث أن دير الزور هي تحت سيطرة النظام والروس. طيب سيادة العقيد، عند الحديث عن عودة تنظيم داعش إلى تلك المناطق، إلى أي مدى يؤكد تواطؤ النظام مرة أخرى لعودة الاضطراب لتلك المنطقة لتسويغ السيطرة عليها بشكل أوسع من الميليشيات الإيرانية؟ يا سيدي، داعش غير موجودة في المنطقة وغير موجودة في البادية إلا بالعناوين. يعني نحن أبناء المنطقة ونسأل شهود عيال من كل قرية ومن كل موقع في المنطقة، لا وجود حقيقي لداعش. داعش كانت تشاهد بأرتال وتشاهد تجمعات كبيرة وإلى آخره. 200 غارة روسية قام بها الطيران الروسي من شرق محافظة حماة على البادية السورية إلى البوكمال، إلى مدينة البوكمال في البادية، وقتل في منطقة السخنة وفي منطقة البادية جميعهم من الميليشيات الإيرانية. وروسيا تقول أنا أضرب داعش، فبحجة داعش ضربت مواقع مهمة جدا للميليشيات الإيرانية، هذه لا ينكرها أحد. والآن اليوم البارحة الطائرة اليوشن رقم 3 التي هبطت في مطار دير الزور تحمل عناصر من الفيلق الخامس وضباط روس، وينتشرون شرقا باتجاه البوكمال. نعم. في يعني نقطة أحب أن أنوه عنها. تفضل. المنطقة الشرقية من سوريا كاملة، صحيح فتحت حسينيات وأجبر الأهالي على إرسال أبنائهم وإلى آخره، وحتى متطوعين أجبروا على التطوع مع الميليشيات الإيرانية، لكن للعلم يعني ليأخذها جميع الناس، المنطقة الشرقية في سوريا تقبل حتى الشياطين ولا تقبل الإيرانيين. نعم. الحرب المشرفة قادسية صدام حسين في على مدى 8 سنوات كانت المنطقة الشرقية ملتهبة التهاب بمشاعرها. نعم. مع الجيش العراقي ومع بطولة العراقيين، والكره طيب. شديد جدا للإيرانيين في المنطقه. ما يحصل وما تفضلت به، هل تشي هذه الخطوات بصراع بين موسكو وطهران، ولا سيما في ظل الرفض الدولي والمعارضه السوريه لوجودها؟ هل ثم سيناريوهات تتحدث عن العلاقه بين ايران
وروسيا على الأقل ميدانيا. وضحت الصورة تماما أستاذ يونس، يعني في المنطقة الشرقية حرب حقيقية، لكن الملاحظ أنها من طرف واحد. نعم. يعني روسيا فقط هي التي تضرب، والميليشيات الإيرانية لم تبدي أي مقاومة، والسبب واضح تماما أن الميليشيات الإيرانية هي ميليشيات مزودة بأسلحة فردية، يعني حتى الأسلحة المتوسطة قليلة جدا، أما أسلحة ثقيلة فلا يوجد لديها، لذلك هي ميليشيات قادرة على مسك الأرض والسيطرة عليها بوجود المدنيين والمواطنين العاديين، أما أن تقف قبالة جيش منظم ويحميها الطيران فهذا من رابع المستحيلات. من هنا أنا أجد انسحابات إيران والهروب عن أي مواجهة مع القوات الروسية. طيب سيادة العقيد، أخيرا إعلان واشنطن أنها ستواصل سياسة العقوبات على النظام السوري بموجب قانون قيصر، يعني هل من جديد في هذا الموضوع؟ نحن نتكلم عن إدارة في آخر أيامها بالمناسبة. نعم يا سيدي، الإدارة الأمريكية هي مدير المشروع السوري، والإدارة الأمريكية عبارة عن مقاول لهذا المشروع، وزع ورشاته، كل ما هو موجود في سوريا الآن ليست قطعات عسكرية بالمعنى الصحيح، وما جرى كل ما جرى ليست حروب، هو تدافع الورشات بحسب إعاز المقاول الأمريكي للمنطقة. نعم. لذلك أمريكا حتى بقانون قيصر هي عبارة عن عملية إطالة عمر النظام إلى الفترة التي لا يعلم توقيتها إلا الإدارة الأمريكية في الانتهاء من هذه الحالة. شكرا لك سيادة العقيد حاتم الراوي الخبير العسكري السوري، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.